هذا يسأل عن حكم أفلام الكرتون للأطفال. هذه صور، ما يجوز تعويد الأطفال على الصور ولا تربيتهم على الصور. ما بإمكانك تجيب لهم ألعاب ليس فيها صور، وهي كثيرة، الألعاب اللي ليس فيها صور كثيرة. نعم، مثلا أفلام فيها أشجار، فيها أنهار، فيها مباني، سيارات، ما في بأس. اللي ما فيه روح، الصور التي ليست ذوات أرواح، ما لا بأس بها. نعم.